أنا سائق للمستشفى ومعي ممرضات، وحضرت الصلاة فتوقفت وخشيت على الممرضات التي معي فأدخلتهن إلى مصلى النساء وهن نصرانيات، وقد سألت فقيل إن هذا الفعل لا يجوز، فماذا علي في ذلك؟ ما في بس، يجوز النصراني والكافر أنه يدخل المسجد. دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، النصارى دخلوا على الرسول وهو في مسجده، وربط أثاثة بن أثال رضي الله عنه، ربطه بالمسجد وهو مشرك حتى أسلم. يجوز دخول الكافر المسجد لحاجة. نعم.